سيداتي وسادتي، طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الشادية أقدم إلى حضراتكم نشرتنا الرئيسية لهذا المساء، وكالعادة نبدأ بافتتاحية الأسبوع والزميل السمي حسن الحلو. السادة والسيدات، طبتم وطابت أوقاتكم. إن مبادرة الصلوات من أجل السلام التي تدرت الطوائف الدينية في تشاد تعتبر فكرة رائعة وفريدة، وتصب في تمكين وتعميق السلام والتلاحم والتعايش السلمي بين أبناء الأمة. ولا أكون مبالغا إذا قلت إنها مبادرة فريدة سبقت فيها تشاد كثيرا من الدول، وبالتالي فإنها تستحق الثناء والإطراء من الذين يريدون إفشاء السلام في مجتمعاتهم. هذه المبادرة التي مضى عليها 7 سنوات صارت ناضجة وبرهنت أن الطوائف الدينية التشادية باتت تتحدث لغة واحدة، هي لغة السلام والتضامن وتقوية التعايش السلمي بين أفراد المجتمع الوطني، لأن التشاديين عن بكرة أبيهم قد عرفوا اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية السلام ودوره الفاعل في كل مناحي الحياة. وفي هذا الجانب تسعى السلطات العليا بكل إمكانياتها لجلب السلام وتقويته والحفاظ عليه، لأنه بوابة أساسية لعجلة البناء والتعمير. وعليه فإن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو حث أثناء خطابه الذي ألقاه بمناسبة يوم الصلوات من أجل السلام في 10 مارس آذار الحث رجال الدين على تكثيف المواعظ والإرشادات وتوعية المواطنين بأهمية السلام والعمل على تغيير التصرفات الخاطئة والمنافية للأديان، إضافة إلى تعميق معاني التعايش السلمي وتعزيز الثقة والتلاحم بين كافة المواطنين، وخاصة المساهمة في إيجاد الحلول المناسبة للنزاع الذي يحدث بين الرعاة والمزارعين. في الواقع إن هذا النزاع ما كان له أن يكون، لأن هاتين الشريحتين ظلتا تعيشان في تفاهم وانسجام منذ سنوات بعيدة. إذن فلماذا النزاع والشقاق في السنوات الأخيرة؟ إن الصفاء والتلاحم يجب أن يسودا بين المزارعين والرعاة، لأن كل منهم مكمل للآخر. وهنا يجيء دور رجال الدين في إعادة الصفاء والوئام بين هاتين الشريحتين، وذلك بالتنسيق مع الجهات الإدارية. ومن هذا المنوال بات جلياً أن يواصل رجال الدين إرشاداتهم التوعوية عبر المساجد والكنائس والمحافل العامة وفي القرى والبوادي لنشر ثقافة السلام وترسيخ المبادئ القويمة بين المواطنين، لأنهم ورثة الأنبياء والقدوة الحسنة لمجتمعاتهم. وجراء ذلك تقع عليهم مسؤولية التبليغ والإرشاد وحث الناس على تطبيق القيم والمثل السامية التي تساعد في إصلاح وبناء المجتمع. وهذا في الحقيقة يستجيب خطابا دينيا قويا ومؤثرا فيه من الترغيب والترهيب ما يكفي، كما أن دور الجهات الرسمية يعد ضروريا في دعم مثل هكذا مبادرات، ونوصي بوضع خطة مدروسة كي ينجح رجال الدين في مهامهم الإرشادية. أيها السادة والسيدات، إن السلام الذي ننادي به يجب أن يكون متواصلاً وأسلوباً ونمطاً في حياتنا اليومية، وأن نهج السلام والتلاحم ينبغي أن يكون شأناً يخص الجميع، لأن السلام بوتقة ونبراس ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطنين. وعليه فلنعمل سوياً على عزف غيثارة السلام، ونسأل السلام أن يمن على بلادنا وعلينا بالسلام، لأن لا شيء في الأرض يعدل السلام. وأخيرا نقول السلام وبه يحلو الكلام، وإلى الملتقى في الأسبوع القادم.